السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي كل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. حبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في الأربعة السويهلة بمراكش، واللي ما عرفاش كاينة في المملكة المغربية الخيرة والرواية الجالية المغربية والناس مالي المدن الكبرى في المملكة المغربية. وكل مشاهد قناة زيتون مرجان في الليل ماشي تحت السوق بقروا على السوق تاع البقرو الغلموي كيد بحال ما 3 ونص تبارك الله الحاج مبارك، هذا حادي السوق تاع الاربعاء السويله في مراكش. تبارك الله الشريف، اهلا اهلا، كي داير بخير؟ اكيد بدينا عند كما تشوفوا الخيرات، بدينا عند الحاج رضوان هنايا في الاربعاء السويله في مراكش. كي تشوفوا معنا الخيرات تتلحم الراس والتقلية والكبدة والشيد والكرعين كما تشوفوا معنا، والحاج رضوان راجل زين وراجل مخير وراجل كما تخدم لحم الراس ما عندوش الجلدة، اللحم وحده كما تشوفوا. غادي نعرفوا الأثمنة مع الحاج رضوان. تبارك الله الحاج رضوان، نهار زين ياك بخير؟ راجل ظرافات وراجل طيب وراجل زين في الأربعاء السويلة بمراكش كي تشوفوا معنا الخيرات. الحاج رضوان شحال بعتوا التقنية اليوم؟ 400 360 مخلطة، واللي بغا وحدة الحاج رضوان 30 درهم، ولحم الراس لا عرفت قامت توريني السنان، لحم الراس 800 مخلط ولا وحده؟ بوحده تيقول لنا لحم الراس 800 بوحده باش تبيعوه هنايا في الأربعاء السويهلة من مراكش. وهاد الشيء وهاد الخيرات تبارك الله. 100 درهم الكبده، 100 درهم الكبده والقلب بلا شحمه، واللي بغى الشحمه اهلا 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 تحلوش اهلا. قلت لي شحيمه شحال؟ الشحمه 70 درهم 80 درهم. الشحمه 70 درهم 80 درهم. وهاد المخيخات شحال السي الحاج؟ 30 درهم. تبارك الله، انا ما عندي ما نقول. تبارك الله، هاد الخيرات كي تشوفوا، وهاد الكريعات ولا الكرعين ولا العماره ولا شحال؟ 3000 ريال كما تشوفوا. الحاج رضوان راه عزيز علينا وراجل ظرافات وراجل طيب كما تشوفوا في الاربعاء السويهلة بمراكش. الخيرات نوريوها لجميع المشاهدين قناة الزيتون مرجان في مكانه. احباب تونق اهلا بكم جميعا. غادي التقليد على القناة. فين يمس؟ أركدوبان شري عود تينا، خاصك جوج خير تركب فوقهم خطرة واحدة. عود راك ثقيل علي. لا اسمح لي العود راك ثقل علي، خاصك جوج خيل وربطهم لك بجوج ياك. ويلا بشحال بعت يا الكرعي اليوم؟ يلا جوج عمار 7000. وهاد اللحم الراس بشحال بعتي؟ 800. وهاد التقلية؟ طيب اهلا وسهلا، السلام عليكم، الله يحفظك، الله يبارك فيك، شكرا لكم، شكرا لك. هو شويه هاد الرجل من مشاهدي قناة زيتون مرجان، اهلا وسهلا، تحياتي لك يا رجل، الله يبارك فيك. شحال قلت لي التقلية رشيد خويا؟ 400. 100 درهم. لا اسمح لي، واش التقلية وحدها ب 400 ولا مخلطة؟ وعين دوارة، عين دوارة، اش هي هادي عين دوارة؟ عين دوارة، شعاب، شعاب كنيفة. بحال هكا، فسر كاين اللي ما يعرفش عين دوارة شنو هي. عين دوارة هي شعيبة. واخا، وهاد اللحم الراس بشحال بعتي يا خويا رشيد؟ 800 مخلط ولا وحده؟ هو قريشيطة، واللي ما بغاش قريشيطة خويا؟ شحال تحسب لي واحد؟ 800. والكبدة بشحال بعتي يا راجل؟ 100 درهم. طويحنات ب 600 لواحد. وانت تقلتي لي على القناة. تحية لبوادريس. تحية لبوادريس، كما قال هذا الرجل رشيد هنايا في الأربعاء السويهلة. يوم شحال هاد الخيرات انت؟ انت ما بقيتي شاد الطابله وليتي شاد الحانوت؟ رشيد جرالك. راهي
واني راه ثقيل ثقيل هو ثقيل بزاف والماكله وما يقدو حتى واحد. الطاكسي الا كان يهز 5 البلايص ما كاينش خاصو غير يخلص 3 او شحال بعت ديال الكبده؟ قالوا لي داير فين؟ بلاش باب الاول 2400 قال كان فين؟ ها؟ قال كان فين؟ قالوا لي 100 درهم انا تاع عندك دابح بالفطور وما بالفطور واخا الغيو هاد الطلاط وبشحال تقنية؟ وهاد لحم الراس؟ حرفيين ولا مخلطين؟ مخلطين والتقنية بوحدة شحال؟ ايوا انت مغلين انت الاحوال ومع الوقت علينا وعليك الله يحفظك الله يبارك فيك. هذا الرجل ضرافات توقف في 4 سوايع في مراكش والدنيا كل سيدي الارزق تبارك الله على شريف الله يحفظك الله يبارك فيك كل شيء بخير الله يحفظك لينا ياك انت ناشط صعب مبروك عليك مناسب علينا وعليك الله يبارك فيك يا ربي الله يخلصك بالخيرات. وبشحال هاد الخيرات تاع التقليه؟ التقليه 400 ريال مخلطه مخلطه ترقص من 400 ولا 400؟ 400 اليوم كاين المليح وكاين زعما السلعه شويه كاين ثمن ياك 3 ايام واللي بغاها حرفي جات شحال؟ 300 ريال وهاد الكبده والقلب شحال؟ 2400 صيف ماشي 2000؟ 2400 كير غير 100 كير بكري لا لا ما لا مليح تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. وبشحال غتبيع لحم الراس؟ لحم الراس 800 800 ريال 800 ريال يلا تبارك الله على الشريف الله يا ربي لينا ولك والله يحفظك شكرا لك. اسبانيا عبد الرحيم عبد الرحيم ما جات يقولها ليا تيقول لك راه تحياتي لي هذا الرجل عبد الرحيم بالدجال اسبانيا والسي محمد توا من اسبانيا وتحياتي كل مشاهد قناه زيتون مرجان اللي في الجبل الاخضر توا تشاهد قناه تنحيو هاد الحباب تونا اللي غاليين على قناه زيتون مرجان الحباب تونا في المكان تنحييكم فين كنتو اغلى مشاهدين هاد قناه زيت المرجان تبارك الله على الحباب تونا الله يحفظك كي داير هاد الراجل الوقت ياك بخير ناشط الاحوال الله يبارك فيك بشحال هاد الحم الراس اليوم 40 درهم وحده ولا مخلط وش حيمه وهاد التقنيه شحال يا 29 درهم هشام 15 ها 15 درهم وحدها 25 كما تشوفوا الخيرات في الاربع السويهله في مراكش الله يجيب التيسير الكبده ما بقاش عندك هذا الطرف اللي بقى هذه ديال الغلبي وبشحال بعتي لهم الكبده جمله ولا لا لا بعتيها هكا بشحال بعتيها تسقيط الله يسهل كبير هاد الراجل بخير الله يحفظكم الله يستركم ياك بخير الاحوال هادو كلهم احبابنا في الاربع السويهله في مراكش كي تشوفوا مرحبا ياك بخير بعدا وبشحال بعتي هاد الخير شحال بعتي الكبده والقلب 1600 ماشي بالشحمه بالشحمه ونبغى وحده وحده 120 120 وهاد الحم الراس 800 مخلط ولا وحده؟ بحال هكا بحال هكا تبارك الله اللسان والخيرات تبارك الله وهاد التقليه بشحال بعتيها؟ التقليه بشحال بعتيها؟ 500 لكن مليح واش وحده ولا مخلطه؟ ايوا جايبه انت عين دواره وهاد الكره شحال دايره؟ 3600 هاد الخيرات في الاربع السويهله في مراكش كي تشوفوا الخيرات تبارك الله نحييو كل مشاهد قناه زيتون الله يبارك فيك الله يحفظك نتمنى لك التيسير ايه والله الله يحفظك شكرا لك
ياك ناشطين نتوما الله يسر ليكم كل شيء زين. هذا عبد الجليل كما تشوفوا مسيد زوين حتى هو وراجل ضرافات وراجل عدو مليح هنا في الاربعه السويله في مراكش كي تشوفوا معنا راجل مخير وراجل ضرافات الله يبارك فيك اودي اخويا عبد الجليل الله يحفظك الله يحفظك اخويا هاد هاد الحباب تاعنا اللي غاليين في التصوير او في المشاهده غاليين علينا الحباب تاعنا ما خسرت حتى راجل ضرافات وشحال الخيرات اليوم مخلطه وحدها وهاد الحمر راسه شحال داير 35 40 بوحدو ولا مخلط؟ بوحدو ما معاه حتى حنا وهاد الكبده والقلب شحال داير؟ 90 درهم بلاش حمر 90 درهم بلاش حمر وبش حمر 60 درهم 70 درهم ياك معاه شويه ولد سيدي وهاد الطويحنات شحال داير؟ الطويحنات هذا الكبير بحال هذا 50 درهم تبارك الله تبارك الله 40 درهم نبيعوه 40 درهم تبيعي هذا نقولوا 40 درهم 35 يبيعوه تبارك الله على السي عبد الجالي وهذوك المخيخات شحال 35 30 تنبيعوه 30 تتبيعوه كما تشوفوا عبد الجالي راجل ضرافات وراجل سين هنا في الاربع السويله بمراكش نحييو كل مشاهد قناه الزيتون المرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن اياه 450 درهم تبارك الله هنا في الاربع السويله بمراكش كي تشوفوا عبد الجليل مسيد الزوين ضرافات وراجل ضرافات وطيب الله يسر لك.